تمكن متسابق فريق باناسونيك جاكوار من صعود درجات السلم المؤدي إلى ما يعرف باسم بوابة السماء في جبل تيان من جنوب الصين. وقطع الهولندي من أصل صيني هوبين تونغ بسيارته من نوع فورميلا أي طريق التنين في مغامرة تحققت للمرة الأولى. الطريق الوعر والذي قطعه بين تونغ يبلغ طوله 11 كيلو متراً، وعدد درجاته فاق 999 درجة، وتقود نهايته إلى أشهر معالم جبل تيانمن بإقليم هونان جنوب البلاد. درجات السلم المنحدرة على الرغم من صعوبة صعودها بالمركبة، إلا أن هوبين تونغ أنهى السلم وقضى على مشاعر الخوف والقلق التي انتابت طوال المغامرة، واستبدلها بنشوة الانتصار بالوصول إلى بوابة السماء، أحد أشهر المعالم السياحية في العالم. السلم تم افتتاحه عام 2006، واستغرقت عملية إنشائه 8 أعوام، وبه 99 منعطفاً خطراً، ويمكن الوصول لأعلى القمة عن طريق العربات المعلقة والتي تعتبر الأطول في العالم بطول 7455 متراً.